تتواصل الانطلاقات وينطلق الشوط الرابع عشر في أشواط صباح هذا اليوم، ويحمل كذلك في طياته أعداد وأسماء وشعارات جميلة ورائعة. تتقدم الشوط الخاص بالجعدان، يتقدم الجعدان ويقودهن في هذا المسار. مشعل لياسر بالصغير بن عبد الله المالكي يقود المشاركين ويندفع بالمقدمة بالمركز الأول، يلي في المركز الثاني رعد الوهيب العبد بن خميس الوهيبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك من الجانب الآخر يتقدم وياتي في المركز الثالث هذا لطام لعبد الله بن سعيد بن راشد النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات معاند مبارك بسهيل بن مبارك الكتبي يقدم معاند في هذه التحديات، وهناك متعب الابراهيم بن حمد بن فهد النعيمي في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. نعود الى هناك، نعود مع المركز الأول مع الانطلاق الأول. مشعل لازال ياسر بصغير بن عبد الله المالكي يقود المشاركين من البداية، يتحدى المنطلقين الوصول من شاهين علي بن سالم بن علي العويسي على المركز الثاني ولكن المالكي خلاص مسيطر من البداية، مصر على الانطلاقات، مصر على تحقيق الفوز. مشعل ياسر بصغير المالكي على المركز الأول، ولكن الوصول والتحرك من متعب إبراهيم بن حمد بن فهد النعيمي. يا سلام، النعيمي غير إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاق الأول في هذا الانطلاق. تهانينا على الفوز بالمركز الأول، إذا هو رقم 4 متعب لإبراهيم بن حمد بن فهد الرمزاني النعيمي، بينما المركز الثاني الأرقام كانت تدخل سريع على هذا الشوط. ناخذ المركز الثاني اللي هو رقم 10 مشعل ياسر بالصغير المالكي، والثالث اللي ياتي شاهين لعلي بن سالم بن علي العويسي. هذه الثلاث المراكز، التوقيت دقيقتين